الرياضية. ما كنت أسمع واحد في التلفزيون يتكلم عن مهلهل الزير وأبو جهل ويقارن بين قصة مقتلهم أو بالأحرى إصابتهم. أبو جهل لما قتل في بدر أو أصيب قبل أن يقطع رأسه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومهلهل لما كسر ظهره الحارث بن عباد بس ما عرفه، القصة المشهورة. لما الحارث بن عباد مسك مهلهل وقال له دلني على عدي أو عدي، على فكرة اسمه عدي أو عدي وليس سالم، يعني سالم من القصص الشعبية أصلا، هو الزير لقبه في أخوه كليب، يعني لقبه كليب واسمه وائل بن ربيعة، ومهلهل لقب آخر للزير واسمه عدي أو عدي بن ربيعة، فهما وائل وعدي ابني ربيعة. ربيعة اسم أبوهم قصدي، مو فقط جدهم ربيعة، أبوهم اسمه ربيعة. الزبدة فقال دلني على عدي أو عدي وترك، فعرف مهلهل إنه ما عرفه، عرف إن الحارث ما عرفه، فقال لو دليتك عليه تتركني، فدل عليه، قال لو دليتك على أحد يعني عفوا، قال له لو قلت لك من هو عدي أو وين عدي يعني تترك ما تقتلني، قال له نعم أنا عدي أو عدي. فقال الحارث بن عباد القصيدة: لهفع نفسي على عدي أو عدي ولم أدرك عديا أو عديا إذ أمكنتني اليدان، فرفض يفك لن يعطي أحد يعني مقارب له يقتله بدال ما يقتل مهلهل. فقال لا أعرفه إلا من القسم بن أبان التغلبي اللي هو يعني من فرسان بني تغلب، فراح للحارث وقتله. قصة مشهورة طبعا حرب البسوس. فقارن الشخص هذا بين هذه القصة وقصة أبو جهل. أبو جهل لما قتلوا اثنين غلمان من الأنصار صغار في السن، كانوا في معركة بدر يسألون الصحابة وين أبو جهل، قالوا أبو جهل، فراحوا الاثنين وقتلوه، يعني صابوا بجراح قوية، كان يقاتل على بعير في بدر يعني مو على الصحراء، وتركوه خلوه على أنه مقتول. أحد الغلمان اثنين ذولي أصيب إصابات قوية، وبعد المعركة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاب رأس أبو جهل درعه وسلم، بس ما عطى الغنيمة حقت أبو جهل لأنه مو هو اللي اقتله، كان منتهي ميت يعني، بس هو قص رأسه أو يعني على وشك يموت، هو قص رأسه، فعطى السبي أو يعني الغنائم حقت أبو جهل أو الغنيمة حقت أبو جهل سيفه وسلاحه وكذا لاثنين من الأنصار واختلفوا، هذا قال أنا قتلت، هذا قال أنا قتلته، قال أعطوني سيوفكم، فلما شاف السيوف قال كلاكما قتله، لكن واحد منهم بسبب الإصابات اللي فيه استشهد بعد يوم يومين. فراحت الغنيمة كلها للأنصاري الآخر، وعبد الله بن مسعود ما أخذ شيء مع أنه هو اللي قتله. يقال عبد الله بن مسعود يوم وصله يروي القصة أن حط رجله على صدره قال كيف فعلت، كيف رأيت ما فعل بك ربك يا عدو الله، في معنى قال لقد ارتقيت يا رويع الغنم مرتقا صعبا، أنك حطيت رجلك في وضع صعب عليك تسويه لولا أني وضعي زي كده. وما وقال له السار، قال أن رسول الله انتصر وأعداء يعني قريش انهزموا إلى آخره، ثم قص راسه وقتله. فقارن بين القصة هذه والقصة هذيك، وخلى هذا شجاع وحتى في آخر رمق يعني قاعد يعني ما فقد شجاعته، وخلى هذاك جبان رغم أن الواقع يقول أن أبو جهل بعيد عن موضوع الناحية الدينية، طبعا رسول صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل فرعون هذه الأمة، ولكن كناحية قتالية ما في ذكر لأبو جهل في القتال إلا بدر، وطبعا الأيام اللي كانت قبل عند العرب بين هوازن وقريش يوم الفجار اللي دخلوا فيه الحرم وغيره، قد يكون أبو جهل لحق عليها، غير كذا ما له ذكر في القتال. أنا ما مهلهل له سنوات طويلة من القتال في المعارك ضد بكر وغيره من القبائل، فهو أفرس من ناحية قصص، ولكن المقارنة مين بناء في نظري مين منطقية، لأن هذا الشخص أصيب إصابة قوية واللي بيقتلك ما عرفك، فأنت قادر على أنك تنجو بنفسك، الحرب خدعة، بينما هذا ميت يعني يا يقص راسه ابن مسعود اللي هو يموت بعد شوي، ما في مجال أن يعيش. فكيف تقارن بين شخص عارف أنه منتهي بشخص عارف أنه يقدر يعيش بالفعل عاش؟ كيف تقارن بين شخص اللي بيقص راسه شخص هو يقلل من شأنه مع أنه أفضل منه طبعا صحابي، بس هو يعني ما يراه يعني في مستواه، وتقارن في قصة أخرى بين فارسين مقاربين بعض، هذا ما كان الحارث حتى أشجع وأقوى منه واحد من مهلهل، أو على الأقل يقارن فيه هو اللي كسر ظهره والهزمة في المعركة. إذن المقارنة يبناء، أنا أحب دائما أقارن الطريقة هذه أو القصة هذه بالخيل، عندما تقارن بين حصان وحصان تقول الحصان الفلاني فاز مع أنه مركوب بالطريقة الفلانية أو مركوب مدرب من المدرب الفلاني أو مركوب من الجوكي الفلاني أو يتعامل مع السايس الفلاني إلى آخره أو الصبي الفلاني أو المالك الفلاني إلى آخره، وحصان الثاني ما فاز، ما تقاس هكذا يعني ما تؤكل الكتف، ما هكذا تؤكل الكتف، ما تقاس المسألة هكذا. قارن مقارنة عامة بكل شيء، التغذية، الجو،
جوجية الحصان، إصابات الحصان، عمر الحصان، لما الحصان والحصان الثاني من جميع النواحي متساوي، نفس القصة، نفس الوضع، نفس الشخص، الحارس سوى نفس القصة مع اثنين، نفس كل شيء من جميع النواحي، هذا جبن وهذا تشجع وصح هنا أشجع أو إنه أقوى أو إنه أصبر. لكن لما تقارن لي قصتين ما له علاقة ببعض، إذا ما هي دلالة بالفعل ذا أشجع أو هذا أجبن. لكن لما الحصان يكون الاختلافات بينهم عدة أشياء، على أي أساس نسبت الخسارة للجوكي أو نسبت الفوز للجوكي؟ على أي أساس نسبت الخسارة للسايس أو الفوز للسايس؟ على أي أساس نسبت الخسارة أو الفوز للمدرب أو المالك؟ قد تكون عدة أمور. عشان تتأكد أنها من شيء معين تكون جميع الأمور متساوية إلا الراكب فقط، أو جميع الأمور متساوية إلا طريقة الركوب، أو جميع الأمور متساوية إلا المدرب. في الحالة دي أنت تنسب الخسارة أو الفوز للشيء المتغير الوحيد اللي يختلف بين الاثنين، باقي الأمور كلها زي بعض. عادة لم يحصل شيء هذا، المختلفات أو المتغيرات كثيرة، فكيف أجزم أن الخسارة أو الفوز جت من هذا أو من هذا أو من هذا؟ إذن المقارنة الغير بناءة واردة، وعادة تتم من قبل أشخاص غير بنائين. اللي يحكم على اثنين ذولي شخص بحياته ما دخل حرب، طبيعي يقول لك رأيه، بس قصدي المنطق يقول أن الرأي اللي قاله غير صحيح. طبعا أنا برضه ما دخلت حرب زي بس قصدي أرى أن كلامه من منطقي ومو عقلاني. لو طبقتي على الخيل نفس الفكرة وأثبت ما أقوله في الخيل بواقع، نفس الحصان اللي نسبت خسارته أو فوز لطريقة الركوب عدة أمور أخرى فيه مختلفة عن غيره من الخيل، نسب تركيبة إلى آخره، على أي أساس نسبتها للركوب الفوز أو الخسارة؟ قد تكون أمور أخرى.